الحوثي يرسل دبابات وعربات قتالية إلى ورزان والدمنة بتعز. ستة قتلى وأربعة جرحى في اشتباكات بين قوات موالية لهادي وقوات الانتقال. لجنة عسكرية سعودية تصل إلى أبيان لوقف التصعيد بعد تهديد الانتقال بالانسحاب من مفاوضات الرياض. اختيار مدينة تعز لاستضافة المهرجان الوطني للمسرح. إغلاق الطريق الرابط بين عدن وتعز. تقرير دولي: اليمن أرض ملوثة بالألغام الحوثية.